للأمي وطني هنا وطني هنا. أنا يبت يكون اليقين نزلي هنا نزلي هنا. أحضن طه المصطفى في مشهد فوق السماء. يا صيد اللطف الرضا فردوس قلبي أن أرى. الليل باك في سكون والعين تسأل عن حبيب فيجيبها الدمع الحزين. وذاك في طوس غريب قد حرت في سحر الدجى. ما سره هذا السقى فسمعت قلبي شاديا نشوان أدنفه الهيا. خذني بفلكك سيدي فالموج من حولي نطير. أنت المفازة والنجاة أنت الصراط المستقيم. ماذا فعلت لتستهبى؟ ما كان ذنب المسجد أقوت بنفيك طيبة يا ابن النبي محمد يا ابن النبي محمد. إن أنت إلا يقظة شماء من سر القنود دم في علانا صرخة. فالظلم يحيا بالسكوت فالظلم يحيا بالسكوت. الفجر محجوب إذا ما ظل يخشى من عدا. فالحق يبقى إنما بالتضحيات وبالفداء. ماذا وراءك؟ ثمة جماعة كبيرة تجمهرت في الجوار. ولأي هدف؟ لا أدري، يبدو أنهم جاءوا للاستقبال. أين هو يوسف؟ بقي هناك للمراقبة. هيا بنا. أشعر بالقلق، يجب أن لا نقترب من تلك الجماعة، فثمة خطر في هذه الظروف. كن مطمئنا، لن نقترب. عندما نصل إلى ذلك الوادي أمرنا رجاء بتغيير مسيرنا والابتعاد عنهم. ولكن أين طاهرة؟ إنها قادمة. لا، إنه يوسف. يوسف؟ الجماعة تزحف مهللة نحونا. تزحف نحونا؟ أجل.
جماعة تزحف نحونا. فلنتوقف هنا، فلنتوقف. لا تسمحوا لهم بالاقتراب منا، سدوا عليهم الطريق. هذا أبو الحسن، اذهبوا، لا تدعوه وحده. يجب أن أعترف أن المأمون وابن سهل يتمتعان بذكاء خارق جدا، وهما يمسكان جيدا بزمام أمور هذه البلاد، فبقاء هذا الرجل في الحجاز كان خطرا جدا. انظر، انظر إلى ما تفعله هذه الجماعة معه. ألم ترى مثل هذا المشهد من قبل؟ بلى، رأيت مثله سابقا، لكنني كنت أظن أن شعبيته لا تتجاوز مكة والمدينة. أما اليوم فأرى هذا. لا تستعجل هكذا، ففي انتظارنا مشاهد أكثر ذهولا من هذا المشهد المؤثر هنا. أنا لا أظن ذلك. عندما نجتاز هذه النواحي ونصل إلى خراسان
سوف لا نرى مثل هذه المشاهد. أنت مخطئ، إن الفرس يحبونه أكثر من العرب. لا أتصور ذلك. سوف ترى، عندما نصل خراسان سيتبلور معنى كلامي وسوف تصدق قولي. فلنذهب. ها هو إنه يقترب شيئا فشيئا. استعد يا جعفر. استعد. إنها اللحظة التي انتظرناها طويلا. ارمي. 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 ارمي يا جعفر. ارمي. ارمي يا جعفر. يا جعفر ارمي. جعفر. جعفر. لا. لا استطيع. جعفر افعل. افعل. لا استطيع. لا استطيع ذلك. جعفر. وأحذركم من المنافقين، لأنهم ضالون، والضالون آثمون عتاد ارتكاب الإثم. لا يثبتون على موقف ولا يسلكون سبيلا حتى نهايته، يطرقون كل سبيل لتضليلكم ويتحاملون من كل جهة لسد سبيلكم. ظاهرهم سليم وباطنهم مريض، يسيرون متخفين كالحيوان الزاعف الضار والسام. ظاهرهم دواء وقولهم يشفي القلوب، لكن عملهم داء بلا دواء. يسلبون الناس راحة البال ويزيدون من مصائبهم ويزرعون اليأس في نفس كل متأمل. يتظاهرون بالطيبة ويذرفون الدموع عند كل مصيبة وحزن، ويتملقون لبعضهم البعض وهم ينتظرون الأجر والإثابة من بعضهم البعض. إن أرادوا الملامة غالوا، وإن أرادوا التحكيم أفرطوا. يقولون وخلاف الحق يعملون، يأخذون ولا يعطون، يسهلون طريق الضلال على أتباعهم ويدعونهم يتخبطون في منعطفاته الوعرة. إنهم أنصار الشيطان وحطب نار جهنم. واعلموا أن أتباع الشيطان لخاسرون. ابن عقيل.
يقول أطلق السراح علي بن عثمان وداود. نطلق سراحهما؟ علي بن موسى الرضا يطلب إطلاق سراح الرجلين. لا تطلقهما، لقد حاولوا قتله، إذن القرار له. افعل كل ما يطلب. أستودعكم الله، اطمئنوا أننا لن ننسى نكثكم للعهد أبدا. ربما التقينا ثانية. اذهبا ولا تقتربا ثانية من القافلة، ولا تطأ أرض مروى أبدا. لن ننسى نصائحكما لنا. أنا واثق أننا سنراهما ثانية. أجل كلاهما. لن نكون في مأمن من نار حقدهما أبدا. عندما كنا نهم بالخروج من المدينة، اجتمع حشد كبير من الناس، نساء ورجالا، شيوخا وشبانا، وكانوا يبكون بشدة. وفي البصرة جرى استقبال مهيب لعلي بن موسى الرضا، وانضمت إلى القافلة مجموعة جديدة. وفي الأهواز وعلى مشارفها فوجئنا باجتماع الناس من كل الأطراف البعيدة والقريبة للمشاركة في استقبال عظيم من العظماء يصعب وصفه. وراحوا يطرحون الأسئلة ويطلبون منه إلقاء الأحاديث عليهم. وطوال مسير القافلة كان الوضع مماثلا، كان الناس يخرجون لاستقباله والاستماع إليه والتبرك منه أيضا. اسمعوا، أود أن تعرفوا أنتم أيضا أن قافلة أبي الحسن تقترب من مارو. تكلم يا عمرو، هيا كرر أمامهم ما قلته لي. ماذا جرى في نيشابور؟ منذ عدة أيام تجمع عدد كبير من الناس خارج المدينة، مما أثار قلقنا على حياة أبي الحسن. ولكن قبل أن نتمكن من التفكير كان أبو الحسن قد وصل إليهم. هؤلاء الأنصار هنا في نيشابور؟ سبق وقلت لك أكاد لا أصدق ذلك. ترى أين كانت تختبئ هذه الجماعة ولم نكن نعلم بأمرها؟ كانوا في مكانهم، ولرؤيتهم كنا أنا وأنت بحاجة إلى عين بصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبدأ أبو الحسن يتلو الأحاديث، والآلاف كانوا منهمكين في كتابة أقواله. نحمد الله أنه مهد طريق الإسلام وسهل على المتعطشين للإسلام سبل بلوغ ينابيعه، وثبت ومتن أركانه كي لا يستطيع أحد مقارعته والتغلب عليه. أيها الإخوة، اعلموا أن سبيل ديننا هو سبيل واحد، وهو سوي وقصير، ومن يسلك منكم بلغ الدار وغنم، ومن لم يسلكه فهو ضال، لا بد سيندم. اسمعوني واعلموا أن أبواب الحكمة الإلهية مفتحة لدى أهل البيت، ونور الدين قد سطع بفضل توجيهات آبائنا. استعينوا بالله ولا تغفلوا عن ذكر اسمه جل جلاله. فقد سمعت من أبي عن آبائه أن جدي عليا أمير المؤمنين عليه السلام قال نقلا عن محمد المصطفى سلام الله عليه: إن جبرائيل همس يوما في أذنه المباركة أن الله تبارك وتعالى يقول: لا إله إلا الله حصن المتين، ومن دخل حصن المتين أمن من عذابي. ولكن أيها الإخوة، لدخول هذا الحصن شروط، منها الاعتراف بالولاية. والسلام. هل سمعت ما قاله؟ ربط الأمان من عذاب الله بالاعتراف بولايته. ومن ثم صحبناه معنا إلى داخل المدينة ومكثنا هناك. ثم كلفني رجاء بن الضحاك بالمجيء إلى هنا على الفور وإبلاغكم بما وقع. ابن رسول الله قال في خطبته نقلا عن آبائه: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ألم يذكر أبو الحسن في خطبه لنا اسما يا عمرو؟ لم أسمعه يا مولاي. ألم يحاول في خطبه أن ينتقدني وينتقد أبي وبني العباس بالإجمال؟ لم أسمع شيئا يا مولاي. ألم يحاول إثارة أنصاره وأتباعه ضدنا؟ لم أسمع ذلك يا مولاي. تعني أنه طوال هذه المدة كان يردد الأحاديث فقط؟ ليس الأحاديث فقط، تحدث عن القرآن وعن سنة رسول الله وعن أواصر الأخوة بين المسلمين. قال: اعتبروا عدو الله عدوا لكم، والمؤمنين أعزة محترمين. ولكن ألم يعنينا نحن بأعداء الله؟ أبدا يا مولاي أبدا، لقد كان يشير إلى الكفار، ثم إنه لعن المشركين أيضا. هل سمعتم؟ قسما إنني كنت واثقا من اختيار الله، ولم يطرق قلبي أي شك حيال ذلك. أسألكم أنتم، هل كان نصيب الظالمين طوال سنوات من بني العباس غير الأذية والتعذيب والمطاردة والسجن؟ ألم يستشهد أبوه موسى بن جعفر في سجن أبي هارون الرشيد؟ ألم يستشهد جده على أيدي أجدادي أنا؟ ألم يشكل ذلك دافعا لإخوة أبي الحسن
ليثيروا الفتن كل يوم في مملكة من هذه الممالك؟ لماذا لم يفعل أبو الحسن ذلك؟ ثم لماذا لم يأتي على ذكرنا في كل خطبه؟ ولماذا لم يسعى إلى استغلال مكانته لدى الناس لإشعال الفتنة ونار الحرب ضدنا؟ أتعلمون لماذا؟ لأنه يفكر في خير وصلاح المسلمين، ويعتبر اقتتال الإخوة ضد هذه المصلحة. ومن هنا اخترته وفضلته على كل المقربين إلي وأقربائي، وأن اقتنع بهذا الاختيار أقسم إنني سأفضله على نفسي، لأنني واثق بأنه الوحيد الآن القادر على إعادة الأمن والسلام إلى كل الممالك الإسلامية. قسما إن رداء الخلافة لا يليق إلا به هو فقط. يوم أصل بهذه الأمانة إلى صاحبها الحقيقي، عندها أشعر بالراحة والاستقرار، وأتنفس الصعداء. يا عمرو، عد الآن وبلغ سلامنا إلى علي بن موسى الرضا، وبلغه عنا أيضا. يا ابن رسول الله، ننتظر وصولك إلى مرو بفارغ الصبر. عفوا يا مولاي، أعتذر على تطفلي، لقد أردت أن أسأل، ماذا تقصد بكلامك هذا؟ هل شرحت للجموع؟ هل ما سمعناه صحيح؟ قلت إن رداء الخلافة لا يليق إلا به هو فقط؟ أجل، مؤكد أنك قصدت بعد 1000 عام وأكثر من عمر الخليفة المعظم، أليس كذلك؟ قصدت ولاية العهد حتما، التي يتناقلها الناس في محافلهم، وأيضا يأتي كل منهم بتفسير لها من نسج خياله. يا ترى كيف يفسرونها؟ أنا لن أتطفل، أريد أن أعلم. يعتبرون هذه الخطوة نابعة من فطنة وذكاء الخليفة في إدارة هذه المملكة، ويظنون أيضا أن ولاية العهد لم تكن سوى حجة لإبعاد علي بن موسى الرضا عن المدينة، وصون الحكومة من الأخطار التي قد يسببها يا مولاي، وفي الوقت نفسه لإخماد عصيان الطالبيين وثورتهم إلى الأبد. لما يفكرون هكذا؟ إن ذلك واضح يا مولاي، لأن علي بن موسى الرضا يكبرك بعدة سنوات، فلا معنى لأن يكون وليا للعهد. هذا جيد، إذن اذهبوا وانقلوا ما سمعتموه مني اليوم إلى أولئك الذين لا هم لهم سوى تفسير أفعالي واتهامي بالمكر والخداع، واعتبار أن اختياري لأبي الحسن وليا للعهد ليس سوى خطوة ذاتية، وأبلغوهم أن المأمون يرجح ابن رسول الله على نفسه في أمر الخلافة، وفور وصول أبي الحسن سأجلسه على عرش الخلافة كخليفة للمسلمين. وأبلغوهم عني أيضا أن لا معنى للسن في أمر نقل السلطة والخلافة بين الأفراد، وهذا مفهوم خاطئ جدا. فضل، أود منك سماع رأيك. بأي شيء يا مولاي؟ بالخطبة التي ألقيتها قبل قليل في الصالة. ماذا أقول؟ أصبحنا اليوم في زمن يجب على فضل بن سهل أن يتلقى فيه درسا في السياسة على يد الخليفة. كفاك يا فضل، أعلم جيدا أن ليس هناك كلمة أقولها أو عمل أقوم به ولا يعرف الوزير فضل بن سهل مفهومهما الحقيقيين بالنسبة إليه. ربما لم يحصل ذلك الأمر من قبل يا مولاي، لكنني لست واثقا من المستقبل. يبدو عليك أنك لا تشاطرني الرأي يا فضل،
أريد أن أعرف السبب. مشاطرتي لك بالرأي ليست مهمة يا مولاي، المهم أن تنفذ كل أوامرك بأفضل وجه أيها الأمير. لماذا؟ أنا لا أشك أبدا بأنك لا تفكر في التخلي عن منصب الخلافة. طبعا لا، أردت فقط أن تعمل وتمهد السبيل لولاية عهد أبي الحسن، وتظهر تلك المسألة بأنها جدية وواقعية ونابعة من الإخلاص. صحيح صحيح يا فضل، كذلك أردت أن أمحو كل شبهة تدور حول مسألة فارق السن بيني وبينه، ومن هنا لا أحد سيشك في مصداقيتي، لا سيما علي بن موسى الرضا نفسه. وطبعا أنت مطمئن من أنه لن يقبل اقتراحك هذا وسيرفض قبول الخلافة من بعدك أنت يا مولاي؟ صحيح، ولكن ثمة أمر مهم في هذه القضية أعجز عن إدراكه تماما. هل تنوي يا مولاي طرح مسألة انتقال السلطة والخلافة إليه أمام الملأ والناس ودعوة أبي الحسن للإمساك بزمام السلطة وأمور البلاد؟ أجل، لأنه لا فائدة من طرحها في العلن، وسوف لن تعود علينا بشيء من الفائدة. وأنت واثق من أنه لن يقبل اقتراحا كهذا منك؟ أجل، ولكن ماذا نفعل إذا قبل بذلك؟ هذا مستحيل، سيدرك أبو الحسن بذكائه أن هذا الاقتراح ليس جديا، وسيعتبر ذلك خطوة منا الهدف منها إبراز حبنا واحترامنا له، لكن الجيد في الأمر أنها ستظهر للملأ مدى صدقنا في أقوالنا وأفعالنا أيضا. ربما ربما؟ أجل، أقول ربما فقط، أقصد بأنني لست واثقا أبدا. مما؟ من أنه سيرفض هذا الاقتراح وسيحاول أن يتجنب قبول منصب الخلافة من بعدك أيها الأمير. فأبو الحسن ابن رسول الله، وهو حفيد علي بن أبي طالب، ويعتبر أن الحكومة ملكا له، وينظر إليك وإلى كل أفراد بني العباس على أنكم اغتصبتم الخلافة منه. لا زلت أفكر لو أن هذا الاقتراح يطرح عليه أمام الناس والملأ، أي رد فعل سيصدر عنه يا ترى؟ هل يمكن له أن يرفض ذلك؟ لكن ماذا إن وافق عليه؟ ماذا ستفعل حينها؟ سوف ننتظر بضعة أيام، بعدها نهاجمه بمساعدة عدد من القادة، وقبل أن يتمكن من الإمساك بزمام السلطة ننحيه عن طريقنا. إن أقدم بصفته خليفة على اعتقالنا أنا وأنت وسائر القادة، وحال دون ارتباطنا واتصالنا ببعضنا البعض، ماذا ستفعل حينها؟ هل سمعت ما قاله الرسول؟ إن أبا الحسن يقترب منه وسط حشود كبيرة من أتباعه وأنصاره، وهم يستطيعون على الفور تنصيبه على رأس السلطة لكي يمسك بإدارة الملك والممالك. عندها ستخرج الخلافة من قبضتك وإلى الأبد، هل هذا واضح؟ وهل يمكن حصول ذلك؟ أجل، يمكن. ماذا نفعل برأيك؟ برأيي أن يصرف الخليفة المعظم النظر عن اقتراح تولي منصب الخلافة الآن، ويكتفي بإناطة ولاية العهد بأبي الحسن. وماذا عما قلته في خطبتي أمام الناس قبل قليل؟ أنا واثق بأنهم يتحدثون عن كل كلمة قلتها، ومن المهم جدا أن لا أتراجع عما وعدت به. ليس مهما يا مولاي، فذاكرة الناس ضعيفة، وإن لم تكرر الخطبة ثانية سرعان ما تنسى، فالوجهاء والأشراف يتطلعون إلى ما يقوله الخليفة، وهم لا يتجرؤون على تذكيرك بمسألة ما. سكوتك أنت سيحل كل المشاكل التي ستنشأ.
جولناز، جولناز. عمرو، هذا أنت؟ متى عدت؟ قبل ساعة فقط كنت عند الخليفة. لماذا تقف عندك؟ هيا ادخل. لا 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 لا، علي العودة في الحال، فقافلة أبي الحسن تقترب من مرو، رافقيني إن شئت. سأتي حالا. هيا أسرعي. أين كنت؟ كنت بانتظارك. طرأت مشكلة بسيطة كان يجب حلها يا مولاي. تتعلق بمجيء أبي الحسن؟ تقريبا. أستطيع أن أتكهن. كنت تتباحث مع البلهاء والمتملقين في بلاطنا. لا شيء يخفى على خليفتنا الثاقب النظر. ماذا يقولون؟ هل هم مذهولون من مراسم الاستقبال؟ لم يتصوروا يا مولاي استقبالا عظيما كهذا الاستقبال لأبي الحسن. إذن لم يأخذوا كلامنا على محمل الجد. كلا يا مولاي، إن غالبيتهم يعتقدون أنك أردت الاحتيال عليه وإخراجه من المدينة للحؤول دون عصيان وثورة أتباعه، ولم يعتبروا مسألة ولاية العهد سوى حجة، وها هم مذهولون من عظمة هذا الاستقبال. وماذا حصل؟ هل اقتنعوا؟ كلا، الكل هنا يحملون المسؤولية ويتهمني أنني أنوي إخراج الخلافة من يد بني العباس إلى الموالين للإمام علي بن موسى الرضا. أترى؟ مجموعة من الحمقى تحيط بنا، أشخاص لا يدركون أبدا مصالحهم الآنية والمستقبلية. انسى الأمر. صحيح، عن خطبتنا تلك حول نقل الخلافة ألم يتحدث عنها أحد؟ بلى، شخص واحد فقط، فقلت له إن الخليفة المعظم كان يمزح ولم تكن المسألة جدية. أتسمع؟ وصل أبو الحسن إلى مر. لماذا؟ ما زال يجوب المدينة والناس يطوفون حوله. حسنا يا ابن الضحاك، ويا عيسى، كيف كان السفر؟ يجب ألا يكون صعبا عليكما. لم يكن صعبا يا مولاي، صاحبه بعض التشنج والقلق والاضطراب مما سلبنا طعم الراحة والنوم. كنا متوترين قليلا ولم نكن نتوقع أن تتكلل هذه المهمة بالنجاح، وآمل أن نكون عند حسن ظن الخليفة بنا.
إن غضب البعض من أنصار بني العباس الذين يجهلون كليا السياسة الذكية للخليفة المعظم من جهة، كما أن إحساس الموالين بالغبن اللاحق بهم من جراء السفر جعلنا يقظين طوال هذه الرحلة، وسعينا كان منصبا على إيصاله سالما إلى مرو، ولكنه لم يصدر عنه أي تعاون في هذا المجال، ولم يكن يخشى أيا من الغلمان والحفاة والصحراويين الذين كانوا ينهالون عليه من كل جانب، ولم يكن يغفل أمرهم لحظة واحدة، ولم يكن يستمع لنصائحنا. كان يجلس ليأكل معهم ويقف ليصلي معهم ويستمع لجميع همومهم، وكلما أقبلت عليه مجموعة كان يترجل دون أن يعرف من تكون ومن أين هي قادمة وماذا تريد، ويغوص بين الحشود. إن كان أحدهم قد استل خنجره وطعنه طعنة، أي حجة كان بإمكاننا أن نسوقها إلى الخليفة الآن؟ قسما إن أنفاسي كانت تتقطع كلما كان يقدم على عمل كهذا. كيف كانت علاقته بكما؟ كانت علاقته بنا مولاي الأمير، كان له تصرف واحد مع الجميع، كان يتصرف معي أنا ومع عيسى كما كان يتصرف مع عربي صحراوي، وتحمل ذلك كان صعبا بالنسبة إلينا، فنحن كنا موفدين من قبل الخليفة، ولم يكن يلتفت إلى شأننا ومنزلتنا، ولم يأخذ بعين الاعتبار حسبنا ونسبنا. طبعا كنا نستوعب ذلك، كونه لم يجالس أبدا الوجهاء والنبلاء والوزراء. عندي لك سؤال يا ضحاك. خلال هذه الرحلة قد عرفتموه كما يجب، إن اقترحنا عليه أن يتولى منصب ولاية العهد، هل سيقبل؟ لأكن معك صادقا يا مولاي، كلا، فهو لا يأبه لمثل هذه الأمور. وماذا عنك يا عيسى؟ برأيي أنا أنه لن يقبل، طبعا ليس للسبب الذي قاله ابن الضحاك، بل لأنه كما نحن قد أدرك أن هذا الاقتراح ليس جديا على الإطلاق، إنما هو مجرد ذريعة لإبعاده عن المدينة. ليس جديا؟ مولاي، علي بن موسى الرضا يرافقه حشد من الناس يتوجهون نحو القصر. مع حشد من الناس باتجاه القصر؟ أجل يا مولاي، ماذا نفعل؟ ما هي أوامرك؟ أنا سد عليهم الطريق؟ أبعدوا أبا الحسن عن الناس حالا. يستحيل ذلك، فهم يشكلون حلقة حوله، يهتفون ويتبركون منه، ولا يمكن فصلهم عنه.